السلام عليكم، معكم بان بان. من رجعت لكم بفيديو جديد. دمية أنابل أكيد كلكم عارفينها أو شفتوها قبل كده، فهي تعتبر من أشهر الدمى المرعبة وأفلامها حازت على شهرة واسعة من قبل الجمهور، وهي أحد الوحوش في أفلام ذا كونجيورينج. ده غير إن قصتها مستوحاة من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الحالة الواقعية. في فيديو النهاردة هشرح لكم القصة الكاملة لدمية أنابل وجميع الأفلام اللي نزلت ليها، وهنعرف كل شيء يخصها وبعض المعلومات عنها. بس قبل ما يبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك عشان نوصل لمليون مشترك، وخلينا نوصل الفيديو ده ل 30,000 لايك. واحب اشكر جميع الاشخاص اللي انتسبوا في القناه واللي دعموني عن طريق ميزه شكرا. ولو حابب تنتسب انت كمان وتستفيد بميزات القناه هسيب لك رابط الانتساب في الوصف. ما اطولش عليكم واسيبكم مع موضوع الفيديو. دمية خزفية على شكل بنت بشعر أحمر وعينين كبار لونهم أسود وفستان أبيض، يشاع إنها مسكونة بروح وبتتسبب في مصايب في أي مكان تروحه. خلونا نعرف الأول إزاي اتصنعت دمية أنابل. دمية أنابل تم عملها من صانع دمى ناجح اسمه سامويل مولينز، وابتكرها عشان يقدمها لبنته أنابل مولينز أو الملقبة باسم بي، البالغة من عمر 7 سنوات. وبنته حبت الدمية دي في أحد الأيام سنة 1943 وهي في سامويل وزوجته اللي اسمها إستر بسيارتهم خلال رجوعهم من الكنيسة، عشان السيارة بتاعتهم اتعطلت وكانوا بيحاولوا يصلحوها، وفجأة بنتهم بي طلعت على الطريق وجت سيارة خبطتها وماتت. الزوجين زعلوا جدا على بنتهم الصغيرة لأن ما كانش لهم حد في الدنيا غيرها، وفضل يدعي الزوجين إنهم يلاقوا أي وسيلة يرجعوا بيها بنتهم اللي ماتت. ونتيجة لكده قام واستدعى شيطان عن طريق الخطأ بيقدر يتنكر في صورة بنتهم، اسمه هو مالفست، ومالفست هو شيطان تم ذكره في أساطير أرزجواتيا وفي أحد الكتب اللي ظهرت في سلسلة أنابل. وبنعرف من الكتب دي إنه زعيم الجحيم وإن ليه طائفة في عالمنا بتقوم بعبادته، بيطلقوا على نفسهم اسم أتباع الكبش نظرا لشكل الشيطان اللي بيتشابه بشكل كبير مع الكبش، وإن هدف الشيطان ده هو إنه يسيطر على كل الكائنات الحية اللي متواجدة في الكوكب، وكان بيتجول في بيتهم عشان يدي حق ليهم إنه يكون روح بنتهم اللي ماتت. وده إدى الأمل للزوجين إن الرب أرسل لهم بنتهم مرة تانية. بيطلب الشيطان من الأسرة في مذكرة بنتهم اللي ماتت إنهم ينقلوا الدمية الخزفية اللي عندهم في البيت واللي كانت بتعود لبنتهم أنابل عشان يفضل معاهم للأبد. هم وقفوا على أرض الشيطان ظنا منهم إن يكون بنتهم، ليصبح الشيطان أقوى بعدها. إستر كانت شاكة إن دي تكون روح بنتها فعلا، فبتقرب الصليب منها عشان تشوف إيه اللي هيحصل، لتجد إن الشيء اللي بدأ إنه يكون بنتها بدأ إنه يهتز ويظهر الشكل الحقيقي بتاعه، وأسقط الصليب من إيديها وهجم على الأم وساب ندبة كبيرة في وشها وشال عينيها اليسرى. ده خلاها تلبس قناع يغطي الجزء المشوه منها، والشيطان كان عايز يسيطر عليها لانها كانت الاكثر ضعفا وحاسه بالحزن على بنتها. وزي ما عرفنا من الفيديو اللي فات عن الراهبه فالك ان الشياطين في عالم افلام ذا كونجيورينج بيستقصدوا الناس الاضعف او اللي بيمروا بازمات صعبه. اتواصل سامويل مع الكنيسه وانقذوا ايستر من انها تصبح ممسوسه، وبيقوم بحبس دمية انابل في خزانه مليئه بالصفحات من الكتاب المقدس والصلبان موجوده بداخل غرفه بنتهم، وبيقفلوا عليها لانها بتكون مربوطه بالشيطان مالفست، بمعنى انها لو اتحررت الشيطان مالفست هيظهر تاني وهيقوم بعمل مصايب، فلازم تفضل محبوسه في المكان ده من غير ما حد يفتح عليها. دلوقتي هشرح لكم احداث الافلام. بتبدا احداث الافلام بفيلم انابل كرييشن، في الجزء ده بيكون عدى 12 سنه وبتيجي سنه 1955. بيقرر سامويل وزوجته انهم يستقبلوا مجموعه بنات من ملجا للايتام لانهم اعتقدوا الاعتناء بالبنات دول هيغفر الذنب بتاعهم اللي عملوه 12 سنه واللي هو استدعاهم للشيطان. فبيجوا البنات برفقه راهبه اسمها شارلوت، وهي راهبه كانت بتشتغل في الدير الملعون سان كارتا من فيلم ذا نان اللي شرحت لكم في الفيديو السابق. واحده من البنات دول اسمها جانيس، وهي بنت اتشلت جزئيا بسبب شلل الاطفال، وكانت بتعامل بمعامله مختلفه من باقي البنات بسبب اعاقتها، وده بيخليها في حاله حزن اغلب الوقت. فده بيخلي الشيطان مالفست يختار البنت دي عشان تبقى ضحيته القادمه. وبينشط مره اخرى بعد ما كان في سبات لمده 12 سنه، فبدا مالفست يتخذ شكل بي من تسامون اللي ماتت ويخوف في جانيس. والاضواء هما بيتعشوا تبدا انها تنور وتطفي، وسام ملاحظه لجانيس في نفس الليله بيقول لها فيها عصور علي. فبتروح جانيس لغرفه بي رغم من تعذير سامو للاطفال من انهم ما يقتربوش منها،
وبتلاقي باب الأوضة مفتوح عادي رغم إنه مفروض مقفول. بيترك ملفس لجانيس مفتاح الخزانة، وده بيخليها تاخده وتفتحها باستخدامه، وبتكتشف مكان دمية أنابل السري. لما تشوفها بتخاف منها فبتغطيها بغطا، بس وهي في طريقها للخروج بيبدأ ملفس يتحرك ويطارد جانيس، ولكن لما الغطا يتشال بيكون ملفس اختفى ومعاه الدمية. فجانيس بتهرب وبتلاقي الباب رجع اتقفل تاني. بعدين الأمور بتصبح أسوأ، فالأطفال هما بيلعبوا غميضة بتظهر لهم دمية أنابل وهي بتتحرك. وأثناء تحدث البنات بالليل بيظهر لهم امرأة بقناع مخيف بتشبه إستر زوجة سامويل، وبتهجم عليهم وبتختفي أول ما يفتحوا النور، وبيستنتجوا إن ده مش شبح وإن مكان شيطاني. فأحد الأيام بيتم استدراج جانيس إنها ترجع لغرفة بي مرة تانية. بيبدأ ملفست إنه يعبس معاها وهي بالداخل، زي عن طريق إنه يحرك العرايس أو يشغل الأشياء اللي في الأوضة، وفي الآخر بيظهر لها بهيئة بي وبيطلب المساعدة منها. بعدين بيبدأ ملفست في إنه يقوم بسحبها وبيشوه رجلها، بس هي بتقدر تهرب برا الغرفة عشان تطلب المساعدة، بس كلهم بيكونوا نايمين وبتنزل عن طريق المصعد. فبيخرج لها ملفست من الغرفة على شكل غاز. المصعد بياخد جانيس للأسفل بس بيقف في النص وبيطلعها تاني لفوق، فبتحاول إنها تنزل منه، وبتلاقي إن ملفست واقف لها فوق متاخد شكل بي، بيخليها تطير في الجو وتسقط على الأرض من ارتفاع عالي. في تاني يوم بيتم نقلها للمستشفى، وبترجع بعد ما تعافت على كرسي متحرك لأنها ما كانتش قادرة تمشي، واعترفت للأخت شارلوت إنها هي اللي خرجت الكيان الشيطاني ده وإنها سبب في وجوده في البيت. بتقول لها إنها حاسة إن مستقصدها لأنها ضعف طفلة وسط البنات بسبب الإعاقة اللي عندها، بس شارلوت بتقول لها إن الشياطين بيستقصدوا الناس اللي عندهم ضعف في الإيمان مش ضعف الجسد. كلام الأخت شارلوت بيحسن مزاج جانيس، وبتقدر تنام في اليوم ده وهي مرتاحة. خلال نومها بيظهر ملفست لصديقة جانيس اللي اسمها ليندا، فليندا بتنظر من سوق بباب بتاع غرفة بي وبتلاقي جواها دمية أنابل جالسة على الكرسي وعمالة تتحرك، ولكن لما تفتح الأوضة بتكون الدمية اختفت. بعدها بتروح ليندا أوضتها وبتلعب مسدس للكرات، ولما تضرب كرة برا الأوضة ملفست بيمسكها وبيسحبها لأعلى الباب وبيشده منها. وبعدين بتسمع صوت خطوات بتقرب ناحيتها، فبتجري وتستخبى في السرير لتجد النور تم إطفائه، وملفست بيجي وبينام في السرير تحتها تاركا خطوات رجله. لما ليندا تنزل لتحت بتلاقي دمية أنابل بتحدق فيها وبتستخبى أول ما تشوف إيد الشيطان، بس هي بتقدر تنام وتستيقظ في اليوم التالي. في اليوم التالي الأخت شارلوت بتاخد جانيس لضوء الشمس عشان تشم هوا، لتتضح إنها مش الأخت شارلوت وإنما ملفست متخذ شكل راهبة زي ما الشيطان فالك اتخذ شكل راهبة في فيلم زانان. ملفست بياخد جانيس لحظيرة وبيرميها من الكرسي المتحرك، وبيتخذ بعدها شكل بي وبيسعف ناحيتها، بيقرر إنه يسيطر عليها، بياخد جسمها عن طريق إنه تقيأ في فمها، ودي طريقة سيطرة الشياطين على البشر في عالم ذا كنجيورينج. وبكده يكون ملفست حقق الهدف بتاعه في السيطرة على جانيس، وباقي له بس إنه يسيطر على بيت البنات اللي في البيت، لأن ده الهدف بتاعه اللي تم ذكره في كتابه. بتروح سيستر شارلوت الحظيرة عشان تطمن عليها، فبتقول لهم جانيس إنها بخير، هما مش مدركين إن في شيطان بيتحكم فيها. سامويل بيعرف من الطفلة ليندا إن دمية أنابل اتحررت لأنهم دخلوا الأوضة بتاعتها، فبيتضايق وبيتعصب لما عرف الكلام ده، ودخل المنزل عشان يتخلص منها. هو خايف ليجد إنها مستنياه في المطبخ، فبيتوجه ليها بصليب، بس الحقيقة إن الدمية مش تحت سيطرة ملفست، وإنما بيحركها بس من مكانها عشان يدي إيحاء إنها مسكونة، وده تم توضيحه في فيلم ذا كنجيورينج الجزء الأول. جانيس بتظهر لسامويل وبتبدأ في إنها تتحول لملفست، فيتوجه بصليب ناحيتها، ولكن الصليب حتى ما كانش قادر على هزيمته. بيقدر ملفست يكسر صوابعه ويوقع الصليب من إيده ويقتله، وملفست قدر يقتله بسهولة لأن سامويل عنده طاقة سلبية بسبب خسارته لبنته. خلال نقل جسمين سامويل ليندا بتجلس مع جانيس، وخلال جلوسها معاها بتلاحظ إن الشيطان ملفست مرتبط بدمية أنابل وإنه يختفي لو تخلصوا من الدمية، فبتاخدها لبرا بتقرر انها ترميها في البير. بعد ما رميها ليها بتسمع صوت بنت بتقولها ساعديني، ده صوت ملفست بتكلم بصوت طفله معاها عشان يضللها. فتبص ليندا للبير اللي يتم سحبها فيه بواسطه ايادي مرعبه، ولكن بيتم انقاذها من قبل سيستر شارلوت اللي اتدخلت فورا وقفلت البير. ولكن لما رجعوا البيت لقوا دميه انابل رجعت معاهم، بيلاقوا على الاريكه اللي جانيس كانت بتنام عليها. بتاخد شارلوت دميه انابل وبتروح لغرفه استر اللي ما كانتش بتخرج من غرفتها من ساعه ما وشها اتشوه عشان تعرف منها قصة دمية أنابل. فبتحكي لها قصة الدمية وبنتها بي اللي شرحتها لكم أول الفيديو. بتقول لنا الشر دلوقتي بقى طليق، وبعد ما تم كشف حقيقة ملفست دلوقتي ما عادش قادر يخدعهم تاني عشان يعرف يسيطر عليهم، لذلك بيقرر يتخلص منهم كلهم. فبيجي مع أطفال اليتامى باستخدام سكين، هو مسيطر على جانيس وبيسيب طفلة فيهم. فبيركض الأطفال لتحت عند غرفة إيستر، ليجدوا إن ملفست قام بأسماء نصين وصلبها في الحيطة، فيتفزعوا المنظر. بيقرروا إنهم يروحوا لأخت شارلوت. بتحاول أخت شارلوت
إنها تطرد الشيطان عن طريق إنها تصلي، ولكن الشيطان بيخبطها في المراية بيسحب ليندا بعيد. بيحاول البنات يطلبوا المساعدة، ولكن مالفيس بيقول لهم فيقرر البنات في الآخر إنهم يهربوا من البيت، تركن شارلوت وليندا بداخل المنزل ويركبوا سيارة. بس هم راكبين السيارة بيظهر لهم مالفيست بهيئة فزاعة بيتحرك من مكانه أمامهم، فبيحاولوا إنهم يستخبوا في الحظيرة، ولكن بيتم حبس طفلة منهم بداخلها. وبتلاقي جوه مالفيست هو بداخل الفزاعة وبيطلع لها منها وبتسلق في السقف، بس هي بتقدر تهرب عند البيت التانيين في نفس الأثناء دي. بس في البيت بنجد ليندا لسه عايشة، وبتلاقي جسم إستر الميت واللي نبض فيه الحياة وبقى بيطاردها، لذلك استخبت في المصعد وكانت بتحاول إنها تطلع بيه فوق، ولكن جايز بتجيلها من تحت وبتحاول تمنعها. وفي الآخر بتستخبى في الخزانة اللي كانت دوميت أنا بالمحبوسة فيها، لكن جايز بتلاقيها وبتحاول تقتلها. بس الأخت شارلوت تتدخل وبتنقذها وحطت صليب في رقبة جانيس وحبستها في الخزانة وقفلت عليها مع دوميت أنابل. مالفيس بيتجنن وبيخلي البيت يهتز والأضواء تنور وتطفي والأساس يطير من مكانه، فبيهربوا من البيت بعد ما يسمعوا صوت صراخه. بيتقابلوا مع بقية البنات في الخارج. الشرطة لما توصل للمكان ويروحوا الخزانة بيلاقوا بس دوميت أنابل، ولكن جانيس بتكون اختفت وقدرت تهرب. بيجي راهب من الكنيسة بيقول لهم إن الشر ما عادش موجود في البيت، وإن دوميت أنابل دلوقتي بقت مجرد دمية عادية، والشرطة بتقوم بأخدها معاها. ولكن من واضح من نهاية الفيلم إن دوميت أنابل ما زالت مربوطة بالشيطان مالفيست. وكده بتنتهي أحداث أنابل كرييشن. بعدها بتبدأ أحداث فيلم أنابل. جانيس بطريقة ما انتهى بيها الأمر في ملجأ للأيتام، بتبناها زوجين اسمهم هيجنز، وخدت اسم أنابل ليها. ورغم إنها ممسوسة إلا إنها فضلت كويسة مع الأسرة اللي تبنتها لسنين كتيرة، لحد ما بدأت تصبح شريرة تدريجيا وبتهرب من البيت عشان تنضم لطائفة. والطائفة اللي انضمت ليها هي نفسها الطائفة اللي بتعبد الشيطان مالفيست، وانا ذكرتها ليكم في اول فيديو، بحيث ان قلت لكم الشيطان مالفيست بيمتلك طائفة وبتحصل على حبيب من هناك غريب الشكل. الطائفة بتقدر انها تسترجع دمية انابل وبيرسلوها لجيران اسرة هيجنز، وهي اسرة اسمها فورن المكونة من ميا، واللي بتكون امرأة حامل بتحب الدمى، وزوجها جون بياخدوا الدمية وبيعجبوا بيها. والاتنين دول هيكونوا ابطال الفيلم، لحد ما تيجي سنة 1967 جانيس بتقتحم بيت الاسرة اللي قاموا بتمنيها مع حبيبها وقطعوا حناجرهم. بيروحوا بعدها للبيت اللي جنبهم عشان يسرقوا دمية انابل من الزوجين اللي استلموها. الزوجين بيحاولوا يقاوموهم لحد ما الشرطة بتتدخل وبيقتلوا حبيب جانيس. وجانيس لما يلاقوها بيجنوا انها قتلت نفسها وهي حاملة لدمية انابل. ونعرف انكم دلوقتي محتارين ليه كل ده بيحصل، الحين كل دي المفروض انها تقوس الطائفة عملتها عشان تستدعي مالفيس مرة أخرى. هما في البداية أرسلوا دمية أنابل لجيران الزوجين، وجم بعدها قتلوا الزوجين دول عشان يقدموهم كقربان للشيطان المتصل بدمية أنابل، ورجع مرة تانية. وفي الآخر جانيس ضحت بنفسها هي الأخرى عشان تقدم نفسها هي كمان كقربان للشيطان. وبالفعل تاني يوم بيكون الشيطان مالفيس رجع مرة أخرى وأقوى من الأول، وبيرجع في بيت الزوجين اللي استلموا الدمية. فيبدأ أشياء غريبة تحصل في بيتهم، مثلا مكنة الخياطة بتشتغل لوحدها في نص الليل، الدمية بتتحرك من تلقاء نفسها. وفي اليوم التاني بيلاقوا الدمية جالسة على الكرسي وعمالة تتمرجح بيه. ميا بتقول لزوجها انها مش عايزة الدمية دي في البيت، ولكن زي ما حصل قبل كده مع الملاك السابقين فكل ما تخلصوا من الدمية بترجع لهم مرة تانية. بتعدي الأيام ومالفيس بيشعل حريق في بيت أسرة فورن. لما حاولت ميا انها تهرب بيتم جرار الحريق من قبل الشيطان. ميا لحسن الحظ بيتم إنقاذها وبتنجب الطفلة اللي كانت في بطنها وبتسميها ليا. بيقرروا انهم ينقلوا لبيت آخر في مدينة تانية لأنهم بيظنوا ان البيت بتاعهم مسكون. مالفيس بيتبعهم لبيتهم الجديد وبيحبس معاهم عن طريق انه عطل التلفاز والزول ليهم بهيئة طفلة عشان يخوفهم. والطفلة اللي بيظهر لهم بهيئتها هي جانيس لما كانت طفلة، ويبدو ان مالفيست مستقصد أسرة فورن لأنهم زي الأسرة السابقة عندهم ضغوطات ومشاكل في حياتهم، فهم كانوا مشتتين بسبب الطفلة اللي جات لهم وجداد في دور الأبوة. في الليلة التانية ميا بتحط طفلتها في السرير عشان تنام، وبتنزل للطبق السفلي عشان تخزن عدة أشياء لتسمع صوت طفل بيصرخ. وبتلاقي في نهاية الممر عربة طفل، فبتجري عليها ظنا إنها طفلتها، بس هي بتلاقيها فارغة، واتضح إن ده كان مجرد فخ من مالفيست. مالفيست بيمسك إيد ميا وبيظهر لها أخيرا بشكله الحقيقي، وبيسيب في إيديها علامة على شكل حرف الـ A. لما حاولت تشغل المصعد بتلاقي إنه مش راضي يشتغل، مما يخليها تستخدم السلالم، وبتسمع وهي طالعة صوت طفل بيبكي، فبتجري بسرعة شقتها بس بتتكعبل وهي طالعة، وبتجد ان مالفيست موجود خلفها وبيطاردها وبيصبح فجأة قدامها مباشرة. لحد ما اخيرا بتوصل شقتها بتعدي الشهور، وبيفضل مالفيست يخوف ميا على بنتها زي عن طريق انه وقع كتب عليها، بس هي بتقدر تنقذها لذلك بيفضل مبرق فيها. هو شايل دمية انابل. بتقرر ميا انها تقرأ عن مالفيست في المكتبة، بتعرف معلومات عنه وعن الطائفة اللي بتعبده. بتتعرف من المكتبة على امرأة اسمها ايفلين، وهي امرأة فقدت بنتها عن طريق حادث سير
ومن ساعتها وهي بتفكر في الانتحار. بس هي كانت بتسمع صوت بنتها بيقول لها ان ده مش الوقت المناسب، وبتدي الامل لميا وبتقول لها انك تقدري تتغلبي على الشيطان. بقرر جون وميا انهم يرسلوا دميا بعيد مع كائن اسمه بريز، فهم عارفين انها السبب في الظهور المستمر للمالفست. اثناء قياده الاب للسياره، مالفست بيبوظ الراديو. بيحاول الاب انه يدخل الدميا للكنيسه، ولكن مالفست بيظهر له بقيه جانس اللي ماتت، وبعدها بيطيروا للشارع بياخد منه دميه انابل عشان يعيدها لبيت الزوجين. جون لما اكتشف اللي حصل للاب بيحاول يتصل على ميا واللي كانت في البيت، ولكن مالفست بيشوش الصوت بتاعه مش بيكون واضح ليها. ميا بتلاقي ان الاب بريز موجود عندها في البيت وبيخبط عليها ليتضح ان يكون مالفست. تبدا بعدها اشياء مجنونه تحصل في البيت زي انشغل اسطوانات لترانيم شيطانيه، وانه شوه الدمى اللي عندها في البيت وبيتسلق في السقف وبيخطف طفلتها، مما يخلي ميا تتجنن وتدور في كل البيت عليها. وفي الاخر ميا بتفقد اعصابها وبتسال الشيطان وبتحصل على اجابته مكتوبه في السقف والنافذه، وهي انه عايز الروح بتاعتها. فبتقرر ميا انها ترمي نفسها من الشباك لانقاذ بنتها، بس جون بيتدخل في اللحظه دي قبل ما ترمي نفسها، وبيكون معاه صديقه ميا اللي اسمها ايفلين واللي عرفتها عن طريق المكتبه. بيقدر جون ينقذ حياه زوجته، بس مالفست لسه ما خدش اللي هو عايزه وهي روح. فبتقرر ايفلين صديقه ميا انها تسلم روحها بدلا من ميا، وبترمي نفسها من الشباك، ويكون كده مالفست فاز في مراده هو الحصول على روح. وصلت فورمو برضه فازوا، لان الشيطان رجع لهم بنتهم مره ثانيه، ودميه انابل اختفت من حياتهم. وكده تنتهي احداث فيلم انابيل. بعدها بتبدا احداث الفيلم الثالث والاخير واللي بعنوان انابيل كامز هوم. بتعدي سنه ودميه انابيل بينتهي بيها المطاف في محل البيع الهدايا، وبتاخدها امراه وبتقول انها بتحب العاب سامويل مولينز، انها فرحانه انها لقت واحده من اعماله النادره، وبتعطيها لبنتها في عيد ميلادها. وزي ما حصل مع الضحايا السابقين فكان بيحصل حوادث خارقه للطبيعه في بيتهم وبتزداد مع مرور الوقت. في البدايه كان بيشوف اطراف الدميا بتتحرك، بعدها بدات الدنيا تتنقل من مكان لمكان اخر. بلا رسائل من الشيطان مالفست بيخبرهم فيها انه عايز يدخل حياتهم ومستني الموافقه بتاعتهم، زي ما حصل بالظبط مع سامويل وزوجته. بيحاولوا انهم يتخلصوا من الدميه وبالموافق قمامه، ولكن ده ما ينفعش معاها وبترجع لهم مره ثانيه. لذلك بيقرروا يتصلوا بمحققين خوارق الطبيعه الغنيين على التعريف، واللي هم ايد ولورين اللي كلمتكم عنهم في الفيديو السابق عن فالك. بيتصل ايد ولورين بالكنيسه عشان يرسلوا كاهن يقرا ايات في المنزل ويقوم بتحصينه. بياخدوا بعدها دميه انامل معاهم عشان يحفظوها ببيتهم. خلال رجوع ايد ولورين للمنزل بيلاقوا سيارتهم اتعطلت بجانب مقبره، وده بيعطي فرصه للشيطان مالفست ان يعبث معاهم، فيبدا انه يخلي الارواح اللي في المقبره تيجي لناحيتهم وتهجم عليهم. لكن لحسن الحظ هم بيقدروا ينجوا. بيوصلوا البيت، لما يوصلوا بيكون في كائن اخر منتظرهم اسمه جوردن. بياخدوا بعدها الدميه بيحطها في كرسي متحرك في الاوضه اللي بيحفظوا فيها الاشياء المسكونه، وبيلاقوا ان الدميه بتاثر على الاشياء اللي حواليها في الغرفه وبتخليها تتحرك بسبب الشيطان المرتبط بيها. بيبدا الاب يقرا ايات عليها ويرش فيها الماء المقدس، بس ما كانش فيه فايده. لذلك بيبنوا علبه زجاجيه قويه يحفظوا الدميه بداخلها، ولان الشر اللي في الدميه دي قوي فلازم الاب يجي مرتين في الشهر عشان يقرا على الدميه، وده عشان يمنعه انها تتحرر مره اخرى. وبتفضل محتجزه لمده 4 سنين لحد ما بتيجي سنه 1972. السنه دي بيسافر ايد ولورين من منزلهم عشان يحققوا في قضيه اخرى، وبيسيبوا مربيه اسمها ماري مع بنتهم اللي اسمها جودي عشان ترعاها وتاخد بالها منها خلال سفرهم. في وقت لاحق بتيجي لبيت صديقه المربيه اللي اسمها دانييلا عشان تقعد معاها، وبتسلي البنت دي لغرفه مصادره الاشياء المسكونه ظنا منها انها تقدر تتكلم مع والدها الميت عن طريق الاشياء المسكونه الموجوده في الغرفه. وبتبدا بلمس جميع العناصر المسكونه. مالفست بيحس ان دانييلا هدف سهل لانها عندها طاقه سلبيه بسبب والدها المتوفي، فيقدر بطريقه ما يحرك دميه انابل بيوقعها وهي بداخل الصندوق الزجاجي، وده بيخلي دانييلا تفتح الصندوق وترجع الدميه لوضعها الطبيعي. ولكن وقتها بيشتغل انذار الحريق في المطبخ مما يخليها تسيب الصندوق مفتوح وتطلع فوق عشان تتفقد المطبخ، وده بيخلي دميه انابل تتمكن من هروب مره ثانيه. لما مالفست يتحرر بيستخدم العناصر الملعونه اللي في البيت بانه استدعي كائنات مرعبه. لورين وايد قاموا حبسهم زمان زي ذا بلاك شاك وزافيري مان وشبح عروسه مرعبه اسمها انا بيكر، وخدهم من الكائنات المرعبه. بعد هروب دميه انابل بتجلس في طاوله المطبخ، تبدا بعدها اشياء غريبه تحصل عندهم. في المربيه ماري بتسمع حد بيخبط على الباب، لما تفتح بتلاقي شبح بيه واللي بتسال عن دميه انابل، بتقول لها انها عايزاها عشان تلعب معاها، بس ماري بتخبرها ان ده البيت الغلط. لما تبص خلفها وترجع تبص للبنت بتلاقي انها اختفت، ودانييلا بتستمر في انها تشوف شبح والدها اتجول في انحاء المكان
فالواضح ان مالفست بيظهر لهم بهيئات بشر مختلفة عشان يخوفهم. في وقت لاحق جودي بتحس ان في حد بيمشي في الطابق العلوي. لما تطلع فوق بتشوف شبح انا بيكر بيتحرك في انحاء البيت وبتتجه لاحد الغرف لحد ما بتجري عليها بسكين، بس هي بتمسك صليب وبتخليها تختفي. في نفس اليوم ده بيجي لبيتهم شخص اسمه بوب عشان يساعدهم. بيظهر له ذا بلاك شاك، هو مخلوق شبيه بالذئب بيكون بيطارد في اي حد يقرب من البيت. بيستمر مالفست في ان يخوف البنات اللي في المنزل زي عن طريق انه يحرك الاشياء او يحرك دميه انامل من مكانها، لحد ما بيشغل مشغل شرايط لحد ملفات قضايا ايدي ولورين وهي قضيه كيان اسمه ذا فيري مان. ماري بتجد مصدر الصوت وبتقفل التسجيل. وشخصيه فيري مان هو كيان معروف بان بيقوم بوضع عملات معدنيه فيقوم ضحاياه بعد ما يخليهم يتبعوا عمله على الارض. ماري بتلاقي ان في عمله تم القاها على الارض، ولما تتبعها بتشوف ذا فيري مان واقف وبرق فيها في الظلام، بس لما توجه النور عليه بيختفي وبيسكت عملتها على الارض. لما تروح تمسكها بيسبح فيري مان امامها، فبتقرر ماري انها تهرب ليتم سحبها للخلف بواسطه فيري مان، ولكنها بتقدر توقفه عن طريق انها سلطت الضوء عليه، وده يوضح لنا نقطه ضعف الكيان ده هو الضوء. بتتجه بعدها لغرفه جودي تفضل تخبط عليها، وجودي وقتها بتكون نايمه، ولما تصحى بتلاقي ان دميه انامل جالسه فوقيها بظهر خلفها شبح بيه وبيقوم بتخوفها مما خلاها تقوم مفزوعه وتلقى الاضواء الملونه في اوضتها على الارض. لما تقع على الارض الاوضه بتفضل تتلون بالوان مختلفه، كل لون بيظهر شكل مختلف لمالفست. اول حاجه كانت الدميه انابل، وبعدها بي، وبعدها جانس لما كبرت، واخر حاجه هي الشيطان الحقيقيه بتاعته. وبعدها بيظهر خلفها وبيصرخ في وجهها، فبتخرج من الغرفه وتروح لماري. وبسبب وجود البلاك شاك بره هم مش عارفين يخرجوا بره البيت، فبتسلب لورين عشان يطلبوا المساعده، لكن مالفست بيعبس في المكالمه بتاعتهم. بتبدا كل الاجراس في البيت انها ترن وبتشتغل آلة الكتابة والتليفونات اللي في المنزل. دانييلا بتعترف ليهم انها اللي فتحت الصندوق على انابيل وحررت كل الارواح الشريرة بسبب لمسها للعناصر الملعونة. وده بيخلي ماري تصاب بنوبة ربو وتبقاش عارفة تاخد نفسها، فجودي بتروح تجيب جهاز الاستنشاق بتاعها. وخلال ذهابها بتظهر روح انا بيكر لدانييلا بتقطعها بسكين، بس يتضح انها مجرد هلوسة بتظلها مرة تانية وبتثبتها على الارض وبتتقيا في فمها. جودي وهي بتحاول تجيب الدواء من السيارة ذا بلاك شاك بيهجم عليها وبيحاول يقتلها وهي بداخل السيارة، لكن بوبي بيتدخل وبيقوم بضربه. بعد ما جودي انقذت ماري بيكونوا عايزين يطلعوا الطبق التاني عشان يطمنوا على دانييلا، بس جودي بتقرر انها تتصرف بناء على تعلمته من امها، فهي بتقرر انها توصل على دميه انابيل وترجع للصندوق لانها السبب في كل اللي بيحصل في البيت. وبيجدوا الدميه في خزانه بداخل مكتب اد، بس الباب بيتقفل عليها وبتعين عليهم انهم يلعبوا لعبه ملعونه عشان يجدوا مفتاح الخزانه. جودي بتقدر انها تفوز بالمفتاح، وماري بتقرر انها تدخل الخزانه واللي بتاخدها المقبره جوا ضحايا شخصيه فيري مان، وبتلاقي ان الدميه في حضن احد ضحاياه، وبتكون الضحيه دي شكلها نفس شكل ماري، فبتاخدها منها وبترميها لجودي، ولكنها تتعرض للهجوم من قبل النسخه الشبيهه ليها. جودي بتاخد الدميه عشان تعيدها للصندوق، بس بيتم منعها بواسطه دانييلا واللي دلوقتي هي تحت سيطره مالفست وروح انا بيكر، بس ماري بتقدر تنجو وبتنقذ جودي قبل ما يتم القضاء عليها. وبتقرر جودي انها تشغل تسجيل عرض الاد، هو بيطرد روح من الارواح الشريره، فهي بتشغل نفس الشريط اللي بيقوم اد فيه بطرد الشيطان فالك من جسم فرينشي واللي وريته لكم في الفيديو السابق. والغريب انه اشتغل على دانييلا، ده بيأثر فيها وبيخليها تصرخ وبيسبب ألم للوجود الشيطاني اللي بداخلها. ده بيخليهم عندهم وقت انهم يعيدوا دمية أنابيل للصندوق الزجاجي مرة أخرى، ولكن لما جودي تفتحه مالفست بيمنعها وبيقفل الصندوق وبيهجم على جودي محاولا سحب روحها، وجودي بتحاول تمسك صليب قريب منها. ماري بتتدخل ولكن مالفست بيصرخ فيها وبيسقطها على الأرض، فده بيخلي جودي عندها وقت إنها تسحب الصليب وتوجهه في جبهة مالفست، وده بيخليه يتحرق. وبعدين بياخدوا دمية أنابيل وبيحبسوها في الصندوق، لكن مالفست بينهض مرة أخرى بيمنعه من غلق الصندوق هو وكل الأشباح اللي اتحررت معاه. لكن لحسن حظهم دانييلا بتظهر هي الأخرى، وبالتحالف التلاتة مع بعض بيقدروا يقفلوا الصندوق الزجاجي على دمية أنابيل، وده بيخلي كل الأشباح اللي في البيت ومعاهم مالفست يختفوا كلهم وما عادش ليهم وجود. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف ايد ولورين رجعوا للمنزل وبيحتفلوا كلهم بعيد ميلاد جودي، او كانت انتهى قصه دميه انابيل. دمية أنابيل مستوحاة من قصة حقيقية، والدمية الحقيقية مش دمية خزفية،
إنما هي دمية من نوع ريجاديان، وهي دمية بسيطة بشعر أحمر وشانها بتسكنها روح غير إنسانية، وتم إعداء الممرضة من قبل والدتها واللي اشتريتها من متجر لبيع الأشياء المستعملة. ومن ساعة ما جت لها وبتحصل أشياء خارقة للطبيعة في بيتها، زي الدمية بتتحرك وبتتنقل لغرف مختلفة في البيت، لحد ما بدأ يظهر عبارات كتبتها الدمية بتقول لها فيها ساعديني، والوضع بيبقى أسوأ مع الوقت، بيبدأ يحصل مصايب ليها والكل اللي بيدخل بيتها، لحد ما بيجي بيتها محققين خارق الطبيعة إيد ولورين اللي مستوحين من شخصين حقيقيين برضو، بيجيبوا كاهن يحصن بيتهم، بياخدوا بعدها الدمية لسيارتهم عشان يحفظوها في المتحف بتاعهم. وقبل ما يحطوها في المتحف ادعون الدمية أفسدت الفرامل بتاعت سيارتهم هما في الطريق، والمشكلة اتحلت أول ما رشوا الماء المقدس عليها. وأول ما وصلوا المنزل الدمية طارت من مكانها وبقت بتتجول في أنحاء البيت، بس هما بيقدروا يحبسوها وبيحفظوها في المتحف بتاعهم اللي بيحطوا فيه الأشياء الملعونة، بيحطوها في صندوق زجاجي لازم يتم قراءة الإنجيل عليها ورشها بالماء المقدس كل فترة، وهي ما زالت محبوسة لحد يومنا هذا. في أحد الأيام زار شاب متحف خارق الطبيعة بتاع إيد ولورين وقعد يستهين بدمية أنابل، والقصة هناك قال له ما تستهينش بقوة الشيطانية، ففضل يسخر من القصة كمان. بس هو في طريق العودة لبيته عمل حادث ومات، وادعى قبل ما يموت إنه شاف دمية أنابل معاه في السيارة. وفي شاب آخر تجاهل التعزيات المكتوبة على الصندوق بتاع الدمية وقام بلمس الصندوق ومات بعدها بحادث بدرجته النارية. لورين بتقول إن الشر المرتبط بدمية أنابل محتاج جسم يعيش جواه ومستحيل يهدى إلا لما يلاقي الجسم ده. لورين ماتت في سنة 2019، بينما إيد مات في 2006. في إشاعات انتشرت في سنة 2020 بتقول دمية أنابل الحقيقية هربت من متحف، ولكن بيجي شخص اسمه توني ينفي الإشاعات دي. Hi guys, Tony Sparrow here. Annabelle's here and she didn't go anywhere. She didn't take a trip. Let's put the rumors to rest guys. هو الشخص اللي ماسك المتحف حاليا بعد موت إيد ولورين، وتوني المعلومية يكون زوج جودي بنت إيد ولورين اللي برضه هي كمان حقيقية. دمية أنابل ظهرت في فيلم شازام، وظهرت برضه في أكوامان، والسبب يرجع إن اللي كتبوا الفيلمين دول هم نفسهم اللي كتبوا أفلام أنابل. في بداية فيلم أنابل كرييشن، لحظة دخول الأطفال اليتامى للمنزل، بينا نشوف شبح بيه واقف وبراقبهم في الظلام. المشهد لما حاول مالفست يسحب روح جودي مستوحى من أفلام هاري بوتر، لأن في عالم هاري بوتر دي طريقة سحب الشياطين للأرواح، وده يوضح لنا انه قد يكون في نفس العالم نظرا ان الاثنين تم انتاجهم بواسطه ورنر براذرز. في فيلم انابل كرييشن بنشوف صوره الراهبه فلك مع سيستر شارلوت، وده تلميح لفيلم ذا نان اللي نزل اعلان فورا بعد نزول الفيلم. وبيس